السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دعا اللہم لا مانع لما اعطیت انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنا سیکھیں گے. اس دعا کو فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا مانع اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.